لما يقول غيرها مغايرة تامة يبقى لازم يكون ايه زائدا عليها حتما. طب والاشكال بتاعنا يتحل ازاي احنا كاشاعرة؟ ما هو المشتمل عليها ده برضه يبقى غير، انما مشتمل عليها بمعنى انه يطابقها يبقى رجعت المذهب الاول اللي هو ابو الحسن، هو نفس الذات. الوجود عين الماهية وعين الشيء، ابحث جوه العمود هات المهية، ما فيش كلام من ده كله. صفة الوجود وهم بيقولوا انها بتسمى صفة تجاوزة، بتصرفها الصوت شوي. لو تركنا الوجود وتكلمنا في غيره من صفات المعاني وهم يقولون بزيادتها على الذات. لا، صفات المعاني في الحقيقة يعني خلي موضوع الصفات لأن موضوعنا على حياله ودقيق شوية، وخلينا يعني ما تتكلمش في صفات المعاني، تتكلم في الوجود الإلهي نفسه. أو إذا كنت تعتبرها صفة الوجود أو الصفة النفسية يعني الذاتية، النفسية أنا معنى الذات. ما أطلب فهي عين هم الأشاعرة يعني السادة الأشاعرة يدعون زيادة صفات المعاني على الذات، ومع ذلك الإمام الأشعري يقول لا هي هي ولا هي غيره. أوه. مع القول بزيادتها. أوه. فدو ما لا يتأتى على التقسيم اللي قسمناها أن الزائد على الذات هو غيرها بيقين. أناقشك في الحاجات ده هي وهو ده شغلنا، بس في العلم الإرادة الحياة السمع البصر الكلام، لكن أنا الآن بتكلم في الوجود، مسألة تحقق الذات، اتصاف الذاتي بالوجود. إذا اعتبرت صفة كما يقول صفة نفسية أو ذاتية، هل هو معنى طارئ على المفهوم معنى الإله ذات كاملة تستحق العبادة مثلا، أم هو عينها ونفس حقيقة الإله؟ أدي السؤال بكده، إنما يبقاش دلوقتي لما نخلص من المستوى ده زي ما قلنا مستوى الوجود سابق على الإيجاد، نبقى نيجي بقى للإيه؟ علم وقدرة وإرادة وخلق وإيجاد. فالخلاف هنا المقام ده، أهو عين الذات نفس الحقيقة أم هو غيرها في كله في الواجب والممكن، أم هو في الواجب عينها وفي الممكن غيرها؟ أدي الآراء. ومن يقول إنه هو عين الذات خلاص فهمنا رأيه، واللي يقول بأنه ليس عين الذات يبقى بيقول بالمغايرة، بس يا إما مغايرة في واحد في الذات الإلهية مع أسف مغايرة في غير الذات الإلهية، وفي الذات الإلهية هي والماهية سواء هما شيء واحد، أو يقول بالمغايرة في كليهما زي أصحاب هذا الرأي الأخير. لكن لم يقل أحد بأن الوجود يكون جزء من الذات لأنه يفضي إلى محالات كثيرة، لكن ده سابق غير النقطة بتاعت صفات معاني نفس الذات، نفس الصفة النفسية، والنفس هنا عن الذات. فهؤلاء يقولون بالمغايرة فيهما في الممكن والواجب لأدلة بذت لهم. الأول الوجه الأول أو الدليل الأول أن الماهية الممكنة من حيث هي يعني إذا تخيلناها بدون اشتراط الوجود أو انعدام الوجود في ذاتها بصرف النظر عن الوجود خالص، من حيث هي تقبل العدم من حيث أنها ممكن يعني يدخل في الوجود ممكن يدخل في العدم ممكن، إنما الواجب ما لا يدخل في العدم قط، المستحيل ما لا يدخل في الوجود قط، مش كده؟ ده أبسط الأشياء، بس الكلام ده هيجي تدقيق عليه.
إنما أساسا التفرقة بين الأحكام العقلية الثلاثة واجب، يعني أمر لا يتخيله العقل معدوما، مستحيل، يعني أمر لا يتخيله العقل، فبالتناقض الداخلي نفسه فيه موجودة زي شرك البر، لكن مفهوم بنفهم ونحكم عليه بالاستحالة. والممكن إيه؟ ما يقبل الوجود ويقبل العدم، يبقى قابلية العدم جزء من معناه على البدل. وانت عايز تقول إنه هو الوجود نفسه على البدل، على البدلي، على يرد عليه هذا وذا حيث المفهوم. إذا وجد كان مسبوقا بالعدم لأنه دائما حادث، وإذا وجد ثم عدم فقد ورد عليه كلاهما، ماشي؟ ده هو نفس مفهوم الإمكان. وانت عايز تعمله قرين الوجود دائما، ما دام هو والوجود شيء واحد يبقى لازم يكون موجود باستمرار، مش كده؟ مع ان انت بتقول هو ما يقبل ده وده، مبنى التفكير سواء هنعترض ما اعترضش، نفهم الاول. من حيث هي تقبل العدم، مفهوم يقبل الوجود ويقبل العدم كليهم، اي والا يعني وان لم يكن الامر كذلك، اذا كان اذا لم يقبل عدم يبقى ايه؟ ده يبقى واجب، والواجب هو الذي لا يدخل على العدم قط، ومعناه يستلزم وجوده ذاتي، يقتضي وجوده، وهو ده الوجوب الذاتي، مش كده؟ وفكرة الواجب والممكن والمستحيل دي في نظر بعض المكان هي العقل نفسه، اللي ما فهمش دول يبقى لسه مش رشيد، إنما كل ما بلغ الرشد يقدر يميز بين الحاجات ده، إن الشيء إما يكون واجب الوجود بمعنى إنه لا ينعدم أبدا، وإما إنه هو لا يمكن أن يوجد، وإما إنه يوجد أحيانا وينعدم أحيانا أخرى، مش ده أصل الفكرة؟ فلو قلت بأن الماهية هي الوجود حتى في الممكن، يبقى أنت عايزه يتوجد باستمرار، ما دام أصل معناه هو الوجود، ده أنت عايز تحول الممكن إلى واجب. قلب الحقيقة. واضح؟ من حيث هي تقبل العدم، اللي هي ماهية الممكن. وإلا يعني لم تقبل العدم وكان لابد من أن توجد باستمرار، وإلا ارتفع عنها الإمكان ودخلت في وصف الايه؟ الوجوب اللي هو الوجود الدائم، بل الوجوب الذاتي، يعني الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يحتاج في الوجود ولا في غيره إلى سواه، مش كده؟ يبقى دخلنا فيه، يبقى ده ممكن، ده مش ممكن ابدا زي ما بيقول، ده مش ممكن، ده ما يبقاش ممكن. ارتفع عنها الامكان، انا كاتب على الهامش يا كارفارا، اي عدم قابليتي الايه يا شيخ مش عارف صار عدم ما. ارتفع عنها الامكان عدم مقابلية العدم، عدم قابلية العدم يعني الوجوب، يرتفع عنها الإمكان ليه؟ اللي ممكن يعني مرة كده ومرة كده، إنما عدم قابلية العدم أبدا يبقى هو ده الوجوب نفسه. أيوه، عدم قابلية العدم وهو الوجوب. أجل نكد بس ده مولانا الإمكان الخاص، يعني ما هو ماذا بنقول يرد عليه هذا وذاك، كان الإمكان الخاص
واتصفت بالوجوب الذاتي ولا شبهة في أن الماهية الممكنة حال كونها من تشترط من حيث هي هي، يعني مع استبعاد فكرة الوجود أو يعني عدم حضورها في الذهن، لأنه يتوجد ولأنه ما يتوجدش، لذي ولذي، حال كونها مأخوذة مع الوجود تأباه، فكرة الإمكان نفسها تأبى هذا، لأنها هي الدخول في الوجود يعني بوجود إمكان خاص، والدخول في العدم قبل الوجود أو بعده ممكن، ما هو هو ابنك اللي سمت ولاش ما هو لسه، لكن هو ممكن بكل المعاني ما دام انت بتتجوز ويجي بعد شوي. فاتصافه بالعدم وبالوجود وارد وبكلا معنيه يمكن، لكن احنا خدناها في ذاتها بصرف النظر عن الوجود. يبقى لو قلت ان الوجود هو هي يبقى حولتها الى واجب، ففكرة الإمكان تعباه، بالثلاثة متقابلين متغيرين، وإلا جاز تعباه. الضمير في تعباه إيه؟ عايد على الماهية. تعبى اللي قلت عليه ده ولا تعبى العدم؟ تعبى العدم نعم، بس ضمير للعدم. إذا خدتها مع الوجود الماهية متصفة بالوجود يبقى ما فيش عدم هنا، ما يجيش، ولكن معنى الإمكان غير كده. هذه تأباه، أنا كاتب الضمير للعدم والله أعلم، ويمكن تلاقي الشيخ الحكيم تحت إيلة. وإلا جاز أن تكون موجودة معدومة مع، وده ما قالوش به إلا بتوع الحال، مش كل المتكلمين. هو في الشيخ عبد الحكيم مولانا يقول تأباه أي الماهية، الماهية تأبى العدم، يشرح الفاعل. نعم والله أعلم. ولو كان الوجود نفس الماهية الممكنة أو جزءها على الاحتمال مع أنه لا قائل به، أو جزءها، لم تكن كذلك يعني قابلة لكيت وكيت، بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي. معنا يا سادة في الوجود حتى منها أو هي كلها وجود، يبقى تأبى العدم قطعا. ليه؟ لأن الشيء لا يقبل نقيضة إلا عند القائلين من كلام الحقائق، ومن كلام الحقائق يعني الجنون، واستواء يعني شريك البر موجود، المال واجب الوجود، خلاص ما تتكلمش بقى مع مثل هؤلاء. يعني انقلاب الحقائق يعني توقف الفهم والوعي وكل شيء في الحياة، الواجب واجب والممكن ممكن والجائز جائز والمحال محال. وإلا لما حلل الكلام هو ده عند التنبيه يسموه شروط العقل الأساسية، وهو عندنا برضه شروط العقل، أو هو العقل نفسه اللي هي الأحكام العقلية الثلاثة. الجويني قال بأنها هي العقل، الإمام الجويني قال هي العقل، هي العقل أظن الباقلان كما نسبه، إلا أمير أيلها في حاشيته الباقلاني هو. لكن سواء كان هو نفس الماهية أو جزء الماهية يبقى خلاص لازم تتوجد باستمرار، بل وجود هو هي أو جزء منه حتى منه ما ينفعش، ما بيمش إمكان ده. بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي، نحن واخدينها من الأول هي هي. أي أيضا أما على تقدير كون الوجود نفسها، واضح هي نفسها كلها وجود، أهلا يا مرحبا أهلا بالشيء أو كده، بس يعني لما بتقدر علوم مش ضروري العلم الحلوة دي، عشان
هديك الفصل الأولاني انتوا الاثنين والله. يبقى قول السلفانتي ما كانش بقى حد كتب لها. انت بتساعديها؟ مأخوذة من حيث هي هي. إذا كانت مأخوذة مع الوجود فلا تقبل العدم. لما مر، لأن الشيء لا يقبل نقيضه. مش عايز دليل؟ الشيء يقبل نقيضه؟ الوجود هو العدم والعدم هو الوجود. وأجيب، يبقى أجيب من قبل مين؟ المعترضين على هذا المذهب الأخير. أجيبها هنا يعني أعترض، أورد. أجيب بأنك إذا أردت بقبول العدم، أقبلك وهي حشكل لهم، إن أردت بقبول العدم أنها أي الماهية الممكنة تثبت في الخارج خالية عن الوجود، مشتغل خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع. ما تجيش في الخارج وفوذة في الخارج، يعني الوجود مش الإمكانية. خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها. إزاي تتصف بأقوى أنواع الثبوت وهو الوجود الخارجي؟ لا ثبوت لها في نفسها، مش بس برة عندنا، لأن هما دي معناها إيه؟ لا ثبوت لها في نفسها عندنا، يعني ما بيقولوش بالوجود الذهني يا شيخ. ولسه احنا مع المتكلمين القدماء قبل الغزالي ما يتولي. انت معنا والاراء الثلاثه دي موجوده. الله، يبقى ان اردت بها اللي بره فممنوع، لان الماهيه جمهور المتكلمين في ذلك الحين لم يكن يعترف بفكره وجود الذهن. وهي جيل تفصيل. وعشان كذا انا نبهتك الى حكايه الشعور والالتفات إلى هذا الشعور والانتباه من المصلحات النفسية، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها فضلا عنها عندنا، بل هي نفي صرف. فمذهبهم ما فيش حاجة حتى اسمها وجود ذهن، فالوجود في الأذهان وعلى البنان وعلى اللسان ده كلام بلاغة، ودي آثار وليست وجودا بالمعنى الصحيح، ولا نعترف به. اللي مش موجود في الأعيان يبقى نفي صرف، والثبوت والتحقق والوجود بمعنى أي واحد، تنوين هنا عوض عن الوصف، يعني واحد عندنا معاشر أهل السنة، يعني القدماء من المتكلمين. ماشي؟ فيا كده يا كده، أنت غرضك إيه بقى بالكلام الممكنة هي الممكنة دي؟ وإن أردت قبولها العدم، أو بقبولها بقولك يعني أنها تقبل العدم، بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية، يعني بالمعنيين ذهني وخارجي بالكلية، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت الماهية من حيث هي هي العدم، وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية مش الوجود يتوجد وينعدم. مش الحاجة تبقى اللي مادة مش كان موجود؟ وبعد ما مات ايه؟ بقى ايه؟ بقى عدم محض. موجودة بس في عالم آخر. مش معانا. ده هناك في جوار مولاه. أنت معايا؟ لكن الوجود اللي احنا عارفين اللي هو احنا بنعترف به، والوجود الخارجي ده هو
يعني خارج الأذهان في الأعيان انتهى. إذا كان الوجود نفسه بيموت بينقلب إلى عدم، يبقى الموصوف بالوجود ما يقبلش ده. ما هو اللي عايز يعترض يرتب دماغه كويس، فبيقول والله إذا قصدت به الأولاني اللي هو الوجود في الأعيان ما يمشيش الكلام، وإذا قصدت به قابلية العدم يعني انعدامه تماما بكل المعاني فليه لا؟ ثم الوجود نفسه بينعدم، مش بس الموجود، يبقى وجود بس مش يتصف الوجود بالعدم. ما هي دي اللي ناقشناها مره قبل كده، قلنا بالاشتقاق، يعني تقول الوجود منعدم. الان وجود ابنك اللي هيجي او اخوك لسه منعدم، انما الوجود عدم يبقى تناقض ويبقى قلب حقائق. انت معانا ولا مش معانا؟ ولخبطه وجنون وفوضى عقليه. انما الوجود منعدم، كان موجود لكن هو الواترس، والوجود المنتظر لسه الان هو عدم، صح؟ فممكن بالاشتقاق يتصف الشيء بنقيض فيقال الوجود منعدم. الممنوع حمل المواطأة، يعني هو تقول الوجود عدم، لا بعد ما تمشيش. الوجوب إن كان، لا ما تمشيش، صح؟ إنما الوجوب الذاتي ممكن بالإمكان العام، ثم ممكن لو لأنه ممكن كان يحصل. حتى الوجود الذاتي نفسه ممكن، صح؟ هذا الكلام. فهو بيقول طب قول لنا بقى انت اذا كنت بتقصد بالامكان، ما هي الممكنه تثبت في الخارج بر الاذهان خاليه عن الوجود؟ لا طبعا، محدش يقول كده، ده ممنوع، يعني نمنعه مش بعايز سند ولا حاجه، ماشي؟ لان الماهيه في حال العدم لا ثبوت لها في نفسها، فازاي واللي تتحقق؟ هي نفي صرف عندنا يعني معاشر قدماء المتكلمين القائلين بان الوجود هو العيني فقط وما سواه نفي صرف. معنا يا شيخ الترك، ما سوى الوجود العيني لدى المتكلمين القدماء نفي صرف، لان ثبوت وتحقق ووجود بمعنى واحد عندهم. وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية في المنع يعني، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، بل تقبل كما أن الوجود نفسه يقبل. شو الكلام؟ لما قبلت، أي لما قبلت الماهية من حيث هي العدم. طب ليه؟ وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية ويبقى الوجود منعدم. الوجود السابق لمحمد عبده منعدم. ما تقوليش ده موجود؟ ايوه في الدرجة، انا بتكلم عن الأعيان معانا. فلا تسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت ماهية من حيث هي العدم، وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة، طبعا تعرف حكاية التأنيس اللفظي والتأنيس الحقيقي، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا، إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية، ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل موجودة. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، كتبت على همش الوجود منعدم،
مش الوجود عدم، ده اشتقاق وده حمل مواطأة أو حمل الهو هو زي ما بيقول شارح النسفية. أنتم معانا؟ واتصافه اشتقاقا، آه ليك إنك تقول الوجود منعدم لكن ما تقولش الوجود عدم، اشتقاقا بنقيضه، يوصف الشيء بنقيضه الذي هو العدم. جاز ذلك في المهي، ده ايه جواب الشرط، اذا جاز في اصل الوجود نفسه يجوز في المهي الموجود تنعدم. جاز ذلك في المهي على تقدير كون الوجود نفسها او جزاه. انتهى الدليل الاول، يعني ما اوردوه هو ايه الإيراد هنا، ايه والدليل هو ايه، هو جاب موقف الطرفين وخلص نفسه ما قالش حاجة. الشيخ عبد الحكيم هو اللي قول، لكن انت هتعرف موقفه لأنه هو في الحقيقة مع أبو الحسن إن الوجود هو عين المهي لأدلة ولوائح زي ما بيقول لاحت له. وإيه لاحت دي؟ أنا بحاول أشرحها لك بس لما يجي مكانها. ولكن بالرغم من أنه مع هذا القول أو ذاك، يمكن هو اللي يقرأ تعليقه على أدلة أبي الحسن بوظها كلها، أدلة شيخه. وأنا قلت لك الكلام ده لا يروع عنك، لأن الشيخ أبو الحسن قفز قفزة لا تناسب عصره، سبق معاصريه. هو ده رأي العلماء الآن في العالم كله، مش الفلاسفة، العلماء المجربين. ما فيش حاجة اسمها المهاية. اقرأ كلام جون ديوي في كتابه، وأنا نقلته في كتاب لي اسمه المنطق ومناهج البحث، وهو الآن يطبع، وفي زيادتان، حاجة في تحقيق المخطوطات وحاجة في كيفية كتابة البحوث، وهما أنفع للطلاب. ولكن هتلاقي إن اللي خلى الإنسانية كلها تنتقل من المنطق الصوري إلى المنطق الحديث أو التجريبي وأخواته هو اختفاء فكرة المهايا. مش حاجة اسمها مهايا. انت عايز تعرف الشجرة، خد وراها وقلم ولف حواليها وتعرف ان هي قدر تحت ماشي في الارض وساق من فوق الارض وبعدين فروع واوراق، هي دي الشجرة. ما تقوليش مفهوم الشجرة، انت فاهم؟ هذه الحقائق في مستوى مفاهيمي عند التحليل، إنما هوش وجود. أنت معايا؟ فإذا كونك بقى تستدل على فكرة تقدمية ومستقبلية كهذه بأدلة تقليدية قديمة ما فلحيتش، ما جابتش معاه. أنت هو دلوقتي أشعاري معاصر حاول تستدل عليه بطريقة تانية. ولا أنا بكلم مين؟ إذا كنت أشعاري حقيقي أهو خذ النظرية دي وهات لها أسس أخرى. اللي بيقول لي هنا مش نعمل علوم تطبيقية، ما فيش علوم تطبيقية إلا بعد ده، يعني بعد رؤية كونية منها تنبثق، وهم المسلمين لأنه بدأوا ده غير أرسطية واهتموا بالواقع. كان بيسألني عن محمود قاسم مشي، ولا حضرتك اللي سألني عن محمود قاسم؟ محمود قاسم يقول الفلسفة الإغريقية في مقاله في مجلة المجلة، هي فلسفة الياقات البيضاء لله، يعني ناس مش عايزين يوسخوا ايديهم في الطين. اللي يشتغل في الطين ده العبيد البرابرة أبناء الأمم الأخرى، فاهم؟ هذه اتجاه الحضارة. لكن المسلمين من الأول زي ما يقول الشيخ الغزالي، ربنا يوصف الأنبياء يقول الأيدي والأبصار،
يعني عندهم كمال في الناحية الحسية والناحية البصيرية. هذا مع أني ما بعرفش صلاح الحنفي والله، ولا المهارة اليدوية مش عندي. رزق السباك بستعين بالشيخ علي شمس الدين وأصدقائي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله